مستجد آخر من المجندين في العناية المركزة، والدولة كلها تئن، وربما ضمائر قادتها قد ماتت إذ تتكرر العمليات الإرهابية بسهولة، لتحصد هذه المرة 50 جنديا وعشرات الجرحى كانوا ينتظرون رواتبهم جوار معسكر القوات الخاصة في خور مكسر. احنا رحنا على أساس أنهم لقينا حق صرف المرتبات في بيت الناصر سريع عنبوري، عندما وجدنا في زحمة كثير، كان في عشوائية زايدة عن اللزوم. ما دخلنا كان في تفتيش، بعدين من العشوائية العيال غدموا. العشوائية قالها هذا الجندي الجريح معربا عن أساس مشاكل الدولة، بالإضافة إلى الاستهتار والأزمة الاقتصادية الخانقة والتي دفعت المجندين للتجمع فور سماعهم عن تشكيل اللجنة الموكلة بتسليم رواتب محرومون منها منذ عام. ناس تعابة عمد التفجير أمس بعد ما انشلوا الجماعة ودوهم الشفاء، أقول ناس سووا طابور يشتوا يستلموا ثاني مرة. ناس ظروف الناس صعبة، مالك سبعة داخل بيت احنا بدون أي عمل من الدولة ولا نستلم ريال. إعلان الجماعة ذاتها عن مسؤوليتها يجعل الدولة الأضعف في هذه الحرب المفتوحة مع الإرهاب، فيما تتوزع المسؤولية والأسباب حسب مراقبين على أطراف كثيرة. محتاجة بكثير من التحليل، ليس للطرف الذي يعلن فقط مسؤوليته، ولكن أيضا لتحليل البيئة وسبب وجود هذا التطرف. المسؤولية أيضا أني أراها على منظمات المجتمع المدني التي من المفترض أن تكون مثل هذه الواقعة مدخل بالنسبة لها للبدء في عمل في تغيير المفاهيم، الوصول إلى المناطق التي تواجد فيها مثل هذه البؤر المتطرفة، التفكير الخاطئ، استخدام الشباب. هذا جزئية. الجزئية أيضا والمحور الثاني المهم في مسألة المسؤولية هي مسؤولية الجهاز الأمني والداخلية. مجزرتان في العاصمة المؤقتة خلال أسبوع خلفت مآس إنسانية تكتظ بها بيوت كثيرة متشحة بالسواد والحزن. هنا يمتزج نواح الأمهات الثكالى مع أنين الجرحى، فهل تسمع قيادات الدولة لتضع حدا لهذه الجرائم التي تفضح ثغرات أمنية فادحة؟ آدم الحسامي من مستشفى الجمهورية، قناة بلقيس، عدن.